يوسف شيري نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني الأحرار. اليوم كانت مناسبة لمناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بالتعليم مع السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللي حط النقاط على الحروف فيما يخص أولا تطوير المدرسة المغربية وتشجيع الكفاءات وتشجيع الأطر التربوية بالإضافة إلى الإطعام المدرسي، ولكن أهم حاجة اللي هي عندها واحد الراهنيه كبيره هي الدعم ديال اولا الكتاب المدرسي اللي وفرت ليه 94 مليون ديال الدرهم من اجل التوازن ديال الارتفاع ديال الاسعار ديال الكتب، ودعم الاسره المغربيه باش تلقى الكتاب بثمن مناسب، وكذلك تشجيع ديال التلميذ باش انه يستمر في الدراسه ديالو ومحاربه الهدر المدرسي. هادشي كامل كيجي في اطار واحد الاستراتيجيه اللي هي واضحه المعالم اللي حطتها الوزاره، واللي زاد في الميزانيه ديال 2023 4.6 مليار ديال الدرهم مقارنه مع السنه الماضيه. هادشي كياكد بان هذه الاستراتيجيه اللي تحطت ليست فقط حبر على ورق، وانما ترصدت لها اعتمادات ماليه لانجاح هذا البرنامج. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.